إشارة الحكم محمد رجب، يقدم محمد عمرون والهدف الأول، هدف أول لصالح المدية، 1-0 لصالح العميد عن طريق عبد الملك مقداد، 1-0 لصالح المدية في الدقيقة 20، وفرحة الجماهير الشناوي في ملعب 5 جويريا. أكيد سمير هدف سيعطي منعرج آخر في هذه المباراة. في توقيت حساس، احنا قلنا أنه أول 20-30 دقيقة من المقابلة باش تكون مهمة جدا. عبد الملك مقداد يتقدم للكرة بساقه اليمين، يشوف